شكرا لك ابو كرم والسلام عليكم. قلت لي شكرا على المقدمه ولا قلت لي شيء؟ ما حكيت شيء مشان هيك. قلت لك الشاب الوسيم الله يسامحنا على الكذب. شكرا لك انا كثير. الله ما انك معي ولا انا، روح يلا. نالو الشاب الوسيم الله يسامحني على الكذبه، ما سمعي. الحبايب هديه لك. اي والله؟ طيب يلا. اوكي، السلام عليكم. اطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 4 مشروعات نوعية كبرى في مدينة الرياض تبلغ تكلفتها الإجمالية 86 مليار ريال، وتشمل مشروع حديقة الملك سلمان ومشروع الرياض الخضراء ومشروع المسار الرياضي ومشروع الرياض آرت. ويمتد مشروع المسار الرياضي بطول 135 كيلومتر ويضم أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية وبيئية، من بينها 85 كيلومتر من مسارات الدراجات للهواة و135 كيلومتر من مسارات الدراجات للمحترفين و123 كيلومترا من مسارات الخيول. ويتكون المسار الرياضي من 8 مكونات رئيسية تشمل مسار وادي حنيفة ومسار الفنون ومنطقة أليسون والمنطقة الترفيهية والمنطقة البيئية ومنطقة وادي السلي ومتنزه الكثبان الرملية والمنطقة الرياضية، والتي تشمل على 60 موقع رياضي من بينها 16 ملعب كرة قدم و18 ملعبا مغطى و12 ملعبا مكشوفا لكرة الطائرة والسلة والتنس، إضافة لبرج رياضي يضم ملاعب وصالات للتدريب لرياضات مختلفة. أعلنت إدارة نادي الوحدة إقالة المصري أحمد حسام ميدو من تدريب الفريق الأول مكلفة التشيلي ألفارو فيدال خلفا له على أن يساعده السعودي عيسى المحياني. وكان المدرب المصري قد شغل الشارع الرياضي حيث تداول رواد تويتر على نطاق واسع تغريدة نشرت في حسابه تحوي عبارات غير أخلاقية، عقبها تغريدة لميدو يقول فيها استعادة حسابه الذي تهكر. ميدو علق عبر تويتر قائلا: أحترم قرار الإدارة وسأثبت من خلال الإجراءات القانونية اختراق حسابي. أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الآسيوي 6 مخالفات بحق الاتحاد السعودي بسبب تجاوز إجراءات الترخيص المنظمة للمباريات الدولية من الاتحاد القاري. ووجه الاتحاد القاري خطابا أنذر خلاله الاتحاد السعودي بمخالفة 4 أندية هي الفتح، الاتفاق، الشباب والتعاون بسبب لعب مباريات ودية دولية في المعسكرات الصيفية للأندية دون إبلاغ الاتحاد المحلي بهذه الإجراءات، وحذر بفرض عقوبات أشد. وتتعلق العقوبات بحق الأندية على المخالفات في اللقاءات الودية التالية. يفتتح المنتخب العراقي وشقيقه السوري النسخة الثانية من بطولة الصداقة الودية التي تنطلق الأربعاء في مدينة البصرة وتستمر حتى 26 مارس الجاري بمشاركة المنتخب الأردني أيضا. هذا وباشر المنتخبان التحضيرات والتدريبات الاستعدادية بعد اكتمال وصول كافة المحترفين. يأتي ذلك فيما تأكد غياب ثنائي الهجوم السوري عمر السومة للإصابة وعمر خربين لأسباب شخصية. ومن المنتظر أن يصل المنتخب الأردني ظهر الأربعاء إلى البصرة قبل خوض أولى مبارياته أمام سوريا يوم السبت. تعرف رحلة طويلة من نيجيريا لمصر، من مصر للبنان، من لبنان للعراق، أكيد رحلة طويلة وشاقة ومتعبة، لكن الحمد لله والشكر وصلت للبصرة مع اليوم والوحلة التدريبية مع المنتخب. إن شاء الله قادرين على تحقيق الفوز غدا أمام المنتخب السوري. إن شاء الله هي بطولة افتتاحية، يعني إن شاء الله لعبتنا مع المنتخب العراقي لعبة قوية وهي افتتاحية لبطولة الصداقة لمصالحة جماهيرنا في سوريا بعد الخروج المخيب من بطولة كأس آسيا. اليوم شفنا شوية من لعبة من لعب سوريا زينين، بس يعني إحنا أحسن بإذن الله تعالى. إحنا جاهزيتنا عالية وجايين نقدم شيء يرضي جمهورين، العراق الشقيق وجمهورنا جمهور سوريا. بإذن الله نقدر نبيض وجه جمهورنا بإذن الله تعالى. أكيد يعني مباراة مهمة، إحنا هالوحدة التدريبية الثانية لاعبين جاهزين، نريد نقدم في الصورة يعني تليق بينا بعد الأخفاق الأخير في بطولة آسيا. حتى لو إن كان البطولة ودية بطولة الصداقة، لكن الجماهير يعني تعول علينا كثير. إن شاء الله نقدم في شيء مستوى يعني يليق بالكرة العراقية غدا وسعادة الجماهير إن شاء الله.
من جهته أكد مدير الشباب والرياضة في مدينة البصرة الصادق كناني لمراسلنا محمد الخفاجي أكد اكتمال كافة الاستعدادات لاستقبال البطولة والأشقاء على أعلى مستوى. الاستعدادات جارية على قدم وساق، ونحن في أتم الجاهزية لاستقبال هذه البطولة بنسختها الثانية. في الحقيقة التنظيم كان في البطولة السابقة جيد جدا، لكن الآن إن شاء الله في درجة امتياز بفضل تضافر جميع الجهود، جميع جهود الحكومة المحلية وكذلك الحكومة الاتحادية. جميع الجهود استنفرت داخل محافظة البصرة لإظهار البصرة في حلتها الجديدة، وإن شاء الله سننجح في إقامة هذا المهرجان، وسنثبت إن شاء الله للعالم أجمع بأننا قادرون على استضافة البطولات مهما كان حجمها. ختام أخباري لليوم، وعودة من جديد إلى أبو كرم.